السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانفا فيها خدمة جواها كويسة جدا. لو انت دخلت كانفا، روح الابس، روح قول له انا عايز الاختيار دوت. ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك صفحة تحتك، يعمل لك كده زي ورقة تقدر ترفعها على لينكد ان، فيها بعض المعلومات، فالناس تقدر تعمل ريبوست او تقدر تشيرها، فناس كتيرة تبدأ انها تدخل على الصفحة بتاعتك، وبالتالي تبقى في فرص للشغل اكتر. يعني اكتر حاجة بتتشير على لينكد ان ان حد مثلا يقول ايه 10 مواقع كويسين او 10 برامج مجانيين بيعملوا مثلا مواقع على النت وهكذا. فدي هتساعدك ان انت تعمل الصفحة ديت، فيها بعض المعلومات تقدر ان انت تنشرها والناس كتيرة تقدر انها تشوفها. ممكن تستخدمها في اي تصميم قبل كده او تقول له نيو ديزاين، فلما بيقول لك بتختار بقى المقاس اللي انت عايزه. هنا مثلا باك جراوند فوتو اهوت، اختار دوت. تبقى عبارة عن زي PDF في كذا صفحة، 4 صفح 10 صفح زي ما انت عايز. حتى لو انت عندك ملف موجود قبل كده، ممكن تيجي هنا على الابس وتدور عليه وتبدأ ان انت تستخدمه. هو بس بيقول لك ايه الموضوع اللي انت عايز تعمل عنه حاجة. هنا مثلا الاقتراح توبيك او الموضوع، ازاي تعمل براند شخصي قوي. ماشي، ممكن تغيرها تقول مثلا انا راجل شغال في المحاماة، ايه افضل، ايه اشهر القضايا، فيبدأ يعمل لك الصفحات ديت. انا هقول له جهاز لي بقى ريسيرش، بس ما ينفعش تاخدها كوبي بيست، لازم تعدل عليها. تمام، يعني لازم تقعد تقرا كده وتتاكد من الكلام مظبوط، لان دي في وشك، لو فيها غلطه هتبان ان ده اللي غلطان. تمام، هو عمل لك 4 سلايد 4 صفحات، هقول له كرييت، فيبدا يعملهم لي بالشكل دوت. دي بيج 1، او تقدر تقول له مثلا عايز الصفحه كذا، فيبدا ان هو يوريهم لك. طيب بعد ما خلصوا تقدر ان انت بقى تروح مسيفهم، هتقول له داونلود، ممكن تحفظهم على هيئة PDF برنت او PDF ستاندرد بالشكل دوت، وتقول له انا عايز من صفحة كذا لصفحة كذا حسب ما انت عايز. يعني هقول له مثلا من صفحة 2 مثلا للصفحة كذا، في صفحة مثلا مش عايزها، او ظبط لك الالوان، ظبط لك كل حاجة، لكن عندك امكانية ان انت تيجي وتكبر الفونت وتكبر الهيدر وتعدل في الخلفية زي ما انت عايز. طيب بعد ما هو سيفها اهوت، اكتب اسم اللي انت عايزه بقى. هنروح بقى على لينكد ان، عايز ارفع ملف PDF بحيث الناس كتيرة تبدأ انها تقرأ وتفهم ان انا راجل متخصص في المجال دوت. فببساطة اجي هنا كأني هبدأ بوست جديد، وابدا اقول له ان انا عايز ارفع ملف PDF، فاجي علامه البلس ديت، هيبدا بقى يطلع لي، فاقول له ان انا عايز اضيف دوكيومنتس، فبختار الملف اهوت في الداونلود، اخترت الملف دوت، ابدا بقى اختار له الاسم وابدا اعمل له بابلش. ساعتها الناس هتقول اه الراجل ده متخصص في المجال دوت او بيفهم في النقطه دي. ده الملف اللي يظهر لهم ويقدر ان هم يعملوا كده. طبعا لازم تكبر الفونت، ده مثال بس كده. تمام، تقدر تكتب بقى معلومات، بس هو حاطط لك البذره اللي على اساسها تقدر تزود صفحة 2 و3 وتعمل ملف كبير في كل المعلومات اللي انت عايز تقولها. وده نتيجته ان الناس اللي متخصصين في المجال هيعجبها الكلام وتبدا تعمل له شير او ريبوست، بحيث ان هو يوصل لاكبر عدد، السي في بتاعك او الصفحه بتاعتك توصل لاكبر عدد من المتخصصين.